بخصوص المسألة الدليل الذي كما تعلمون أن ميزانية هذه الآية هي تحدد من قبلها وتعرض على الحكومة وتخضع لمصادقة المجلس التأسيسي أو مجلس التشريع، هذا من حيث القانون. نحن كبداية كنا تقدمنا بميزانية وقتية لمواجهة المصارف المرحلة، وكنا مكنا من مبلغ تسبق معين لتغطية مصارف الهيئة ولتأسيسها، وفي حدود 10 مليون دينار أو 10 مليار مليمات تونسية، وهي كمبلغ مبدئي لمواجهة المصاريف من خلاص العمالة والموظفين الموجودين، من خلاص الكراهات، من خلاص المصاريف اليومية والمستحقات اليومية في انتظار تحديد الميزانية ككل. وفي الأثناء بعد استكمال الإدارة وبعد وضع حاجيات الهيئة هذه بشكل دقيق، لأن باعتبار أننا باش ندخلوا في مرحلة انتخابية وتقتضي مصاريف أهم، وباعتبار مصاريف تسيير الهيئة في حداتها، في وضع الإدارة وتركيز الإدارة باش يمكننا من تحديد هذه المستحقات والحاجيات، في الأثناء سيقع إعداد الميزانية النهائية. فما تقارب بينها وميزانية نتاع الانتخابات 2011 2020؟ لربما تكون أكثر، باعتبار أن احنا الميزانية هذه مش ميزانية انتخاب فقط، وإنما ميزانية تسيير، لأن احنا الآن نتعامل مع هيئة قارب وإطار قارب، وإطار يشغل معنا كوادر كبرى وموظفين وما إلى ذلك، وهي معنا هيئة متصلة في كل الجهات، فهمتني؟ وبالتالي تقضي بمصاريف أهم وأهم من الفترة السابقة اللي كانت في مرحلة انتقالية في الوقت الحالي. اليوم المكاتب نتاع الليزية اللي باش يحضروها الانتخابات كيفاش يتم توسيعها؟ هيكلها، تنظيماتها؟ هل انه الليزية معناتها درست الجانب هذايا؟ وتو بصدد الدراسة اللي كانت تقصد انها كيفاش تركيز الإدارة في مستوى مركزي ومستوى فرعي. هو الان هو معناه كما معلوم باش نعتمد نفس التقسيم اللي هو في كل ولايه عندنا اداره جهويه كما كانت عندنا هي فرعيه، ما عدا بعض الولايات الكبرى اللي في تنين كما ولايه تونس كما ولايه صفاق، وبالتالي باش نعتمد نفس التقسيم وباش نركزوا في كل اداره فرعيه اداره تنفيذيه قرار، هي تكون النواه اليد الهيئه العليا دي في عملية الانتخاب في مستوى الجهة وفي مستوى هذا. في من زاد ذلك يقع التأسيس، معنى إرساء هيئة فرعية وهي تشرف انتخابات، وهي معنى هي تكون وقتية في مرحلة الانتخابات فقط، ما تدخلش في الهيئة التنفيذية. نحن وقت دخلنا في مرحلة صفر، وكان عندنا وجب التأسيس، لأن يعني احنا كهيئة معنا ممكن من للأسف احنا كهيئة أولى كان عندنا الدور التأسيسي ودور تنظيم الانتخابات، معنا أصعب ممكن يكون باش يجي بعدنا يكون باش يكون معنا دور رئاسة، وبالتالي احنا بدينا من نقطة صفر وبدينا نبني الإدارة هذه، وبناء الإدارة مش سهل، باش تبني الإدارة في مستوى مركزي ومستوى شهر كانك باش تبني وزارة، ليس من السهل تحديد المستحقات وتحديد الحاجيات في غضون شهر أو شهرين. احنا بصدد البناء تو انتدبنا مدير تنفيذي، انتدبنا مدير ديوان، انتدبنا المديرين معنا الكبار في الإدارة، التجأنا إلى فرق عمل معنا من الخبرات من الإدارة التونسية باش تعاوننا في المجال هذا، والعمل الحديث إلى الآن معناها في تحديد مستحقاتنا بشكل من الوظيفة، لأن عندنا مستحقاتنا في المرحلة الحالية كبيرة ومش ممكن تحددها بشكل دقيق حاليا على الأقل. أنا شفيق صرصار على رأس الهيئة كرئيس، ولكن قرارات الهيئة تصدر عن مجلسها، دور الرئيس هو الناطق الرسمي أو هو ممثلها القانوني، وهو محدود القانون مكننا أنا باش وفرض علينا باش نتعامل مع الإدارة في تسيير الانتخابات، لابد من التنسيق مع الإدارات العمومية، والتنسيق هذا واقع يوميا، مثلا التنسيق مع المركز العالمي السي إن إي، أنت تعرف المركز العالمي هو اللي يوصف مثلا بالسجل الناخبي الوقتي، وهو المؤسسة أكبر مؤسسة تقريبا معناها حكومية وطنية تمسك بالمعلومات المسألة المعلوماتية مع وزارة التعليم، باعتبار أن احنا العملية الانتخابية تصير في المدارس، وبالتالي لازم نتعامل مع المدارس التعليم باش تعطينا عدد المدارس، عدد الأقسام، باش تشوفوا مراكز باش تقسيم، وزارة الخارجية باعتبار أن عندنا حسب القانون الجديد معناها حتى هو حافظ على الانتخاب بالنسبه للمواطنين من الخارج، ووزارة الخارجية مهمة في الاتصال بالباب الخارج وتنظيم العملية هذه. إذا كان المشرع وهذا باش يتبناه يدور في قانون الانتخاب مكن مواطنينا بالخارج معناها في المشاركة في الانتخاب التشريعي والترشح في الانتخاب التشريعي فهذا حق، وبالتالي لازمنا نعمل على معناها
تمكين هذه الفئه من الشعب التونسي من حق هذه المكنه من القانون. وانا نرى انها مساله مستاهله ومش مش معنى شديده التعقيد. التقسيم نتاع الدوائر في الخارج عم تكون مثلا دائره على اوروبا كامله مثلا او دائره على كندا ومنطقه من اسيا، لان التقسيم مهم ياسر. وفي معنى كيفاش باش تنظم الانتخابات بالطريقه هذه؟ مستاهل. الاخت فوزيه الدريسي هي معناها ممثله التونسيين في الخارج في صوب الهيئه. اليوم بدات الدعايه السياسيه للانتخابات قبل ليزي ما تحدد تاريخ الانتخابات. هو تصحيح. اولا اذا كان نرجع للفصل 33 نتاع المنظمه ليزي، شكون الطرف المسؤول على تحديد تاريخ الانتخابات في المرحله هذه؟ هو المجلس التاسيسي. بشكل استثنائي المرحله هذه المجلس التاسيسي هو اللي حدد تاريخ الانتخابات. وراه مش ليزي. واحنا في على هذا الاساس ما زلنا في انتظار تحديد تاريخ الانتخابات. يعني نتصور اول ما يكملوا من القانون الانتخابي باش يحددوا كيف يوصل القانون الانتخابي في احكام انتخابيه وقانون خاص تاريخ الانتخابات. وعلى ضوء التاريخ هذا كيفاش نقدموا احنا الرسنامه نتاعنا كامله للعمليه الانتخابيه بمراحلها بمختلف مراحلها. هذا معناه كتصحيح مش ليزي حاليا اللي هي باش تتحدد تاريخ الانتخابات في المرحله هذه على الاقل. احنا نكتفي بالرزنامه. الرزنامه على ضوء التاريخ اللي تحدد المجلس التاسيسي للانتخابات ان كانت تشريعيه ورئاسيه متزامنه او منفصله واحده عن الاخرى. هل انه اليوم فما تواصل ما بينكم وبين التاسيسي في سواء كان في المشروع الانتخابي ولا في تحديد التاريخ؟ التاريخ باش يتزامن مع الدراسه اللي قلت عليها، الدراسه الماليه، الدراسه اللوجستيه، المكاتب، الاعضاء، الانتدابات، هل انه فما تواصل؟ ثم تواصل في مبدأ كان ثم جلسات عمل متعدده مبدئيا بخصوص القانون الانتخابي. وعندنا احنا كما تعرف بالقانون عندنا دور استشاري في القانون الانتخابي. وبلغنا المجلس التاسيسي معنا مشروع القانون وقدمنا احنا ملاحظاتنا الكتابيه بخصوص النقاط اللي طلبنا فيها تعديل او تغيير او تنقيح وما الى ذلك. عملنا في النقاش مساله التاريخ، لان باش نتدخل باش نقولوا كذا باش نجم نعمل كذا او كذا باش نعمل كذا، لان احنا تو في عملنا الداخلي اللي هو مش ممكن نفصل عليه برا هو عندنا سيناريوهات معينه. احنا لان عندنا اجل اقصى هو سنه 2014 موافق 2014 مش ممكن خرق. وإذا كان خط ما فكتامر كبر. أكد لك مثلا هي نقاط فنية، لأن التقنية تخص العملية الانتخابية. ما ركزناش على ما تدخلناش في المسائل السياسية. نعطيك مثلا، مثلا مسألة المرافق مثلا في الانتخاب الأمي. فهمتني؟ صار فيها إشكالات وصار احنا بلغنا موقفنا بشكل وضوح واضح اللي هو احنا ضد مرافقة الأمي. احنا كنا نظنوا أن باش حاول باش ينظفوا الامي بطريقه أن يتمكن من الانتخاب والحفاظ على صوته بدون مرافقه، لان نعتبر المرافقه من شانها ان تدخل بعض المشاكل او الارباك في العمليه الانتخابيه ولربما تكون مصدر غش. جديد اليوم نستنوا في انتخابات، هل انه نخلطوا باش نعمل انتخابات ولا لا؟ هل عندنا خيار ان ما نخلطوش؟ ما عندناش خيار زاد. ما عندناش خيار. الاصح انه ما عندناش خيار. هل يمكن ان نقبل خلق الدستور؟ في اول تجربه معناها دستور ديمقراطي دستور وطني هي مخرج للازمه الاقتصاديه، هي حل، لان وضعيه الاستقرار هي اللي تخرج البلاد التونسيه من الازمه الاقتصاديه. بالعكس الانتخابات يلزمها تقع في 2014 باش نتعدوا من مرحله الوقتي الى مرحله الاستقرار. ملف الانتدابات صب الهيئه العامه للمستقبل الملف الاجتماعي هو الملف في علاقته بالملف الاجتماعي، لانه فما حالات اليوم فما ناس في السبيطارات، فما اضراب جوع، فما مشاكل، الهيئة قداش تستحق من الناس وقداش قبلت؟ اليوم عندنا 40 عامل في الهيئة وضعيتهم القانونية شنو؟ بما أن معناتها احنا اليوم نحكيو كما قلت أنت ما نخدمو حاجة إلا بمرسوم قانوني بنص قانوني. فصل 36 يحدد كيفية معناها تمييز هؤلاء معناها ذوي الخبرة أو الذين نشأوا سابقا في الهيئة القديمة تعطى الأولوية في امتداد أعوان الهيئة العليا المستقلة الانتخابية المحدثة بموجب هذا القانون للأعوان الذين باشروا على الهيئة العليا المستقلة الانتخابية المحدثة بالمرسوم كذا كذا في حدود احتياجات الهيئة. معنى احتياجات الهيئة؟ حاليا حسب ما يذكر الأخوة المعتصمين أو
يقولوا ان حدد العدد هذا معنا نقصوا لنا في حدود 700 بمعنى في حدود 700 بمعنى ان الالف الساقين توظفوا وخدموا وذوك ما عادش عندهم امتياز هذا يبقى الامتياز خاص بالمعطلي هو تقريبا باش نشوفوا يا اما مناظره بالملفات اليوم قلت عندنا قريبا فتح باب المناظره الانتداب بالملفات في بنزي اعطينا تاريخ ما نجمش يومين او ثلاثه كنا نحدد لان باش نطرح احنا قريبا باش نحددها باش نطرحها في الشكل الاعلاني قداش اليوم محتاجه ليزي من عام في حدود قداش هي بنتصور باش تكون 300 فما فوق فهمتني